تواصل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على مقومات سوق العمل وضمان عدالته وتنافسيته واستقراره، حيث أعلنت الهيئة عن تنفيذ 5 حملات تفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، كما تم خلالها ضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوهة بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. كما وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية في محافظة العاصمة والمحافظة الجنوبية، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.